والنعمة. ألا ليت الشباب يعود يوما يا أخي. طيب المايسترو محمود محسن، انتوا منورين جدا قوي خالص. انا هو سؤال والرد غطاء وخش كمل غنى. هو انتوا جمعتوا بعض ازاي؟ التجميعه الحلوه دي جت ازاي؟ ده 5% من القريب. دول 5%؟ ما شاء الله. احنا عددنا دلوقتي وصل 500. لا والله. والله. وكلكم خارجين عين شمس؟ خارجين وطلبه كمان. خارجين وطلبه يعني من ده على ده. مظبوط. اكبر حد بالمناسبه، اكبر حد برضه اصغر مني، يعني انا حاولت ان انا الاقي حد قدي. طيب مفيش اهو. ويقول لي على فكره انا هطلع اكبر منك. قلت له مواليد كام؟ انا مش هقول. قال لي كذا. قلت له والنبي خليك قاعد، ما تقومش. طب احنا فاضل لنا تقريبا حوالي 14 دقيقه بعد الرغيتين اللي انا قلتهم دول. تسمعونا ايه في ال 14 دقيقه؟ وان كان ليا طلب خاص بس قول لي الاول، فاجئني. تعالى هنغني النهارده اغنيه ابو جلبيه. ماشي. الفلور سعيد شويه. اي مظبوط كده. وهنعمل ميدلي كده كان وش السعد علينا. هل لو انا طلبت حاجه من الحاجات اللي عملها الاستاذ عمار الشريع الله يرحمه باعتباره ابن جامعه عين شمس طبعا، هينفع ولا مش هتبقوا مستعدين؟ عشان دي حاجات استعدادات حركات. طبعا ده مستعد عاوز يخش. هنكون بنكذب عليك. ده عاوز يرتجل في اي حاجه. الحاجات دي للاسف بتحتاج شويه بروفات مش كده؟ اذا سيريا نورماندي، مايسترو محمود محسن وكورال روح الشرق. خليكم معانا، والله احلى حاجه. وسع يا حبيبي. الشرق ده انت روحي انا.